السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اخباركم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ للأسف انقطعنا فترة بعيدة شوية، يعني كنت تعبان شوية، الحمد لله دلوقتي أحسن يعني. فإن شاء الله هنكمل نحاول نلم منهج. أعتقد مناكم كده فاضل له اللور بريمولرز مع الأبر اللي هي المحاضرة دي، وتمام كده. مبدئيا المحاضرة دي بتتكلم عن إن إحنا في الأول اتكلمنا عن introduction لل dental anatomy، وبعد كده ال introduction بدأنا في ال permanent teeth، وخدنا ال incisors كلهم، وبعد كده خدنا ال canines، عرفنا ال incisors بكل الحاجات اللي ممكن يعني يبدأ يسأل عنها أو يبدأ يستفسر عن المعلومات الأساسية اللي إحنا المفروض نكون عارفينها بعد سنة أولى يعني. بعد كده دخلنا على ال canines وعرفنا ال canines، عرفنا إن هو ده أول كسب ممكن نشوفه، وهو كسب وحيد بنشوفه في الناحية اللي هي من ناحية الليبيال. دلوقتي هنبدأ ندخل على أول سنة بوستيريور. أول سنة إيه؟ بوستيريور. البوستيريور فيه شوية اختلافات بس الموضوع بسيط يعني بيمشي عادي كده. احنا الأول احنا خلصنا الأنتيريور تيس اللي هما الإنسايزورز والكناينز، دلوقتي هندخل فيه البريمولرز إن شاء الله. إن شاء الله في الترم التاني المولرز. مبدئيا عايزين نتكلم بشكل جنرال كده عن البريمولرز. اول حاجه البريمولر انت جاي من فين؟ يعني انا عايز افهم، هو انت بريمولر هل كنت موجود عند الاطفال؟ لا، ما كانش موجود، ما كانش في بريمولر عند الاطفال. الاطفال كان عندهم انسايزرز وكناينز وديسيدوس مولرز كلهم، يعني اللي هو من ايه اي بي سي دي اي. طيب انا عايز افهم، هو انت جيت مكان مين؟ قال والله لو هنرسم النوتيشن بتاعنا اللي احنا خلاص زهقنا من A B C D E، قلنا A و B دول incisor، بعد كده C ده canine، ال D وال E احنا عايزين نشوف ال D دول كانوا اسمهم deciduous molars لما كان بيحصل لهم shedding او انهم بيقع خلاص، ان الاسنان دي خلاص خلصت فترتها، يبدا يطلع مكانهم الاسنان بتاعتنا اللي هم كان بنسميهم أربعة وخمسة. يبقى أربعة وخمسة بيبدا يطلعوا مكان الديسيدوس مولرز، يبقى عندي البريمولرز بيبدا يطلعوا مكان الديسيدوس مولرز. ودي ممكن اول سؤال تتسال فيه، يبقى هل هم سكسسورز؟ يس they are successors. ايه تاني ممكن يسأل عنه؟ بس فكرة سكسسور. طب ومين البريسيدنج؟ يعني هما بيعوضوا ايه؟ بيعوضوا الديسيدوس مولرز. طيب نبدأ في الجنرال بقى، يلا نعرف. والله انا دلوقتي المفروض اعرف عنها شوية حاجات عادية يعني خالص. حد في فيكم يعرف ازاي نفرق بين هل ده يعني هل اللي فوق ده ابر ولا ده لو، يعني مين ابر ومين لور بقى؟ يعني اللي ملاحظ اناتومي، هلاحظ ان هنا في اللسان اهو من تحت اهو، هنا في البالت لو تعرفوا البالت، فاللي فوق ده هنسميه ماكزيلا وتحت هو الماندبل. طيب فين البريمولر؟ والله يا باشا البريمولر هي السنة رقم أربعة من الميدلاين اللي احنا بنرسمه. طب ما تيجي نعد 1 2 3 4، يبقى السنة رقم أربعة بعد الكناين وقبل المولرز. يبقى بعد الكناين اللي هو posterior أو distal للكناينز وanterior أو ميزيال للمولرز. تمام. طيب إيه عددهم؟ عددهم والله نفس عدد الانسايزرز. قال لك والله عددهم في كل كوادرنت، في كل كواد 2، يبقى معايا 2 في كل كواد. أنا الكواد عندي ده اللي هو الربع، أنا عندي 2 هنا و2 هنا و2 هنا و2 هنا، كده عندي 2 في الأربعة عندي 8. يبقى في الكافيتي نفسه او في الابر ولور تيس عندي 8 وعندي 8 بريمولرز. طيب ده عددهم، مكانهم؟ لا لا، ده مكانهم بيبداوا بعد الكناين وبيخلصوا قبل الايه؟ قبل المولرز. بس كده ده المكان. طيب نبدا البرنسبلز فيتشرز اوف بريمولرز. فهمني يعني ايه برنسبلز؟ يعني في الكلام الغريب ده. والله احنا بنبدا كده عن حاجات اساسيه هنشوف البريمولرز عشان نريح بالنا بقى، علشان ما تعبش وتقول لي ده كله كلام وكله عقل. احنا عايزين نثبت حاجات اساسيه في الاول، وده اللي ان شاء الله احنا يعني هنبني عليه الفتره اللي جايه كلها. مبدئيا يعني تعالوا كده،
لو تفتكروا احنا المرة اللي فاتت خدنا الكناين، قلنا الكناين عندي بيكون فيه قصب واحد، القصب ده عشان كده سميناه قصبد، عشان عامل زي الهرم لو تفتكروا. كمان رسمنا شكل الهرم ده كده اهو، قلنا الهرم ده فيه كمان نقط منارة عشان نكمل القاعدة بتاعة الهرم، عامل زي الهرم بالظبط، ده القصب. طيب البريمولرز، والله هو مش هرم واحد، دول هرمين، هرمين اتنين باللاتيني معناها باي. طيب وكسب بكسبه كسبت، فبالتالي لما اجي اسمي القناين هسميه باي كسبت، باي كسبت هو بيتسمى ايه باي. لما اجي اسمي بريمولرز هسميه باي كسبت. ليه باي كسبت؟ لان هو عنده تو كسب، تو كسب يعني عنده قمتين للهرم. ازاي عنده قمتين للهرم؟ يعني لما اشوف شكله كده، شكله ادي هرسمه لكم من الميزي، يعملوا كده اهو، عنده ادي قمه هنا وقمه هنا، دول كسبات، ادي كسب هنا وكسب هنا. فده يا باشا ده بتاعنا مين؟ ده هو البريمولر. يبقى انا اول حاجه عندي لازم تعرفها في البريمولر ان هو بيتكون من تو كاسبس، اكسبت تو كاسب اكسبت اللور سكند بريمولر بيتكون من 3 كاسب. يبقى عندي اللي بيتكون من 1 كاسب ده الكناين، 2 كاسب دول كل البريمولرز اكسبت اللور سكند بريمولر بيتكون من 3 كاسب، تمام. طيب 4 كاسبات، والله 4 كاسبات بنلاقي فيه بقى المولرز، 5 اللور 6 وده ان شاء الله جاي، تمام. بس خلينا في الحاجات السهله. يبقى اول حاجه عندي باي كاسبت، عرفني عليه باي كاسبت. طب هل كلهم باي كاسبت؟ لا، ده في عندي اللور سكند بريمولر وده بيجي عليه ام سي كيو، يقول لك اول اوف ذا فولوينج بيتكون من 3 كاسب اكسبت، او بيتكون من 2 كاسب اكسبت، تمام. والله هتقول له اللور سكند بريمولر اللي هو لور 5، تمام، حلو خالص. قلنا عددهم 8 زي ما اتفقنا، 2 في كل كوادرنت، وده كلام تافه لسه قايلين. والله هو ميزيا للكناين وديستا للمولرز برضه لسه قايلين، هو سكسسورز للديسيدوس مولرز ودي برضه لسه قايلينها من شويه. طيب ادي الحاجه الجديده، تعال نشوفه بيتكلم عن ايه. هو ليه مش ممكن نعمل كده اهو، يعني نلعب شويه. لو تفتكروا اللوب، قلنا عندنا السنه مثلا الانسايزر، قلنا والله الانسايزر في الاول بيكون متكون من 3 لوبس كده، اللوب ده بيبدا يكبر 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 لحد ما يكون لي عندي شكل الانسايزر، حلو. فهو قلنا عنده الانسايزر او اي سنه في الاسنان في الاغلب، يعني قلنا والله عندهم 4 لوبس، اللوب الواحد يعني فيه 3 منهم بيكونوا ليبيال وفي واحد بيكون فيهم لينجوال. يبقى عندي العادي بتاعنا، العادي في اغلب الاسنان اللي احنا هنشوفها هيكون متكون عندي 4 لوبس، الثلاثه بيكونوا ليبيال واحد بيكون لينجوال. طيب ما تيجي نشوف هنا الباشا عندي، قال لك والله الباشا بتاعنا ده البريمولر بيتكون من 4 لوبس، ده العادي بتاعه. طيب ايه الفرق؟ والله لو تفتكروا في القناين واحنا بنرسم القناين، هنرسمه من ناحيه البروكسيمال عشان نشوف شكله. يا الله يا سنجل انا اهي، بس مثلا يعني ايه الرسم ده بس، حلو ده الكناين. فلاحظنا ان احنا عندنا بيكون فيه، شايفين كده هنقسمها كده، ده جزء الليبيال وده جزء اللينجو. فالليبيال عنده 3 لوبس، 3 لوبس، وقلنا اللي في النص ده الميدل لوب حصل له اكزاجريشن كبر بشكل كبير علشان يعمل لي بك، عشان يعمل لي حاجه اسمها ليبيا ريتش لو تفتكر. طيب اللي من ورا ده ناحيه اللينجوال عمل لي حاجه اسمها سينجلون، الناس اللي مذاكره انترودكشن. طيب ايه الفرق هنا؟ قال لك يا باشا الفرق في البريمولر ان ده ما عملش سينجلون، بقى ده كبر 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 راح عمل لي كاسب تاني. يعني اللي من ناحيه اللينجوال ده، اللوب اللي من ناحيه اللينجوال، لا ده ما عملش ايه، عملش سنجل، ده عمل لي كاسب جديد. يبقى الحاجه الجديده عندي في البريمولر، والله هو عنده 4 لوبس في العادي بتاعه، 3 من ناحيه الليبيال ده اللي احنا متكلمين عنه وفاهمينه الحمد لله، وفي واحد من ناحيه اللينجوال. اما من ناحيه اللينجوال الحاجه الجديده بتاعته ان هو بدل ما يعمل لي سنجلم عند اللينجوال، لا ده عمل لي حاجه اسمها كاسب.
قصب زي صاحبه منه. يبقى ثلاثة عملوا لي قصب من قدام، وواحد لوحده، واحد عافي وحده عمل لي ايه؟ عمل لي لينجوال قصب. طيب اه كلمت 3 بكر لوبس عملوا لي بكر القصب، و1 لينجوال عمل لي اللينجوال القصب. الاكسبت بتاعتنا اللي هي ناحية اللي هي بتاعت المانديبلر سكند بري مولر، ده اللي هو قلنا عنده 3 كاسب، ده لا ده ليه يعني ده ليه حوار تاني اللي احنا خليه في وقته يعني. بس الفانكشن اخر حاجه هتكلم عنها، فانكشن يعني ايه فانكشن؟ فانكشن وظيفه، ولو تفتكروا قلنا هو ما دام اسمه بري مولر يعني اكيد ليه علاقه بالمولرز وليه علاقه بالحاجات اللي قبل المولر. يبقى هو هياخد التيرنج التمزيق بتاع الكناينز، وهياخد الجرايندنج بتاع المولرز، يعني هيطحن وهيمزق الاكل، يعني هيشغل شغلانه الديب وشغلانه اللي هو المستذئبين دول، وشغلانه الحيوانات المفترسه تعض وتطحن. طيب كده عايزين نلخص الموضوع في شويه حاجات مهمه جدا. انا عندي في الاول اتكلمت عن ان عندي هنا في تو كاسب، التو كاسب اتكونوا نتيجه ايه؟ اللي ثلاثه لوبس عملوا لي اللي البكل كاسب، وواحد لوب اللي هو من ناحيه اللينجوال عمل لي اللينجوال كاسب. ده الفكره، دي الحاجه الاساسيه اللي احنا من الصبح بنتكلم عن الفانكشن ده، والكلام التاني ده كلام فارغ مش بنتسال عنه يعني. تمام، نبدا معانا في الفيرست ماكسيلري بريمولر اللي هو ابر فور بنسميه. احنا النهارده هناخد الابر بريمولرز. الابر بريمولرز طبعا هيكون ابر فور وابر فايف. هنبدا في الابر فور، شويه كرايتيريا شويه خصائص مهمه جدا جدا ان احنا نركز عليها في الاول عشان نريح بالنا. تعالوا كده، اول حاجه لازم 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 يا باشا تكون فاكر ان السنه دي السنه الوحيده انتيريور اللي يكون عندها احتماليه انها تكون تو روتس. طيب ايه الاحتمالية؟ قال لك 80% من الحالات اللي شافوها وكشفوا عنها، لانه عند الابر فور ده، الابر فور اللي هو الابر ماكسيلري او ابر فيرست ماكسيلري فيمولر، عنده كام؟ عنده تو روتس. ازاي بقى؟ ادي نرسم الرسم ليه نروح بعيد، نعمل كده اهو، قلنا عنده باشا ده بقى عنده خلاص كسب كده دي علاء معاه اهو، ولا دي كده اهو ده ابر متاح، لا عنده كده ايه تو روتس في الحته دي بالظبط كده. شايفين هو كده عنده كام روت؟ عنده تو روتس، وكل روت ليه بالب كنال، والاتنين هيتقابلوا عندنا في التشامبر هنا، يكون في هورنات هنا وكده والحورات دي اللي انتوا فاكرينها. تمام، يبقى انا اول معلومه عندي لازم اكتسبها ان 80% من الحالات اللي شافوها وكشفوا عليها فيها البيشنتس اللي شافوهم يعني، لانه عندهم تو روتس. تمام، دي اول كرايتيريا تعرفها في الابر بريمولر. طيب ابر فيرست، الابر فيرست ده لازم. بعد كده اللي عنده تو كاسب، والتو كاسب بتاعته رائعين يعني ما تشوفش زيهم في اي مكان. هنلاقي ان باقي الكاسبات اللي احنا هنبدا نتكلم عنهم دول يعني عندهم شويه يقول لك ليس ديفلوبد كذا كذا الحوارات دي، فهو عنده الكاسبات بتاعته قويه يعني ظاهره كويس خالص. والبكه الكاسب، البكه الكاسب بيكون اعلى شويه من اللينجوال كاسب. يبقى واحد عنده اتنين روت، اتنين عنده ويل ديفلوبد كاسب، بات البكه الكاسب اللي هو من ناحيه البكه ده اعلى من اللينجوال كاسب بواحد ملي، حتى تتعلموها وانتوا بتنحتوا يعني. تمام كده خلصنا اول حاجات احنا عايزين نتعلمها. بعد كده اكيد عارف ان السنه دي بتتكون من كراون ورود صح؟ اكيد يعني. طيب الكراون، الكراون بتاعها بيبان شورت عن الكناين. يبقى اول حاجه الكراون بتاعها بيكون شورت عن الكناين، والروت كمان بيكون شورت. يا سلام ايه الحلاوه دي؟ يبقى ده الكراون والروت بيكون ايه؟ شورت. دي اول معلومه. اه اول معلومه. طيب بعد كده قال لك والله ان الكراون بيبدا يجل، انا عايز افهم هو ليه شكل الكراون بيبدا يجل يجل كده، علشان يعني لو في رسمه، ما اعتقدش ان في رسمه هنا. المهم لو تلاحظ يعني احنا كان في اعلى سنه او اكتر سنه هتشوفها في المجاز بتاعها من ناحيه اللي هو بيسموه سيرفايكو انسايزالي او
طول السن اللينس بتاع الكراون بيكون اكبر حاجه في الابر سنترال. بعد كده كل ما نرجع ورا ليه بيقل 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 بيقل، علشان كده هتلاقي ان الكرايتيريا، هتلاقي الخاصيه دي كل ما نرجع ورا هنلاقيها بتقل بتقل لحد ما تتسحب خالص، تبقى في المولرز اللي ورا ده صغيره خالص كده. بس ده كل الكلام اللي احنا المفروض نبدا نعرفه عشان ندخل خلاص في السن كده. انا الحاجات الاساسيه عشان بس ما يعني ما انتهوش ومحدش يتوه مننا، اول حاجه لازم تبدا تعرف فيرست اوف اول ان السنه دي بتتكون من تو كاسب، عشان كده سميناها باي كاسب. طيب الكاسبات اللي اتكونت منها السنه دي جايه من فين؟ جايه من كام لوب؟ جايه من اربعه، ثلاثه بكل واحد لينجوال. الثلاثه بكل عملوا بكل كاسب، والواحد لينجوال عمل لوحده لينجوال كاسب. ثالث حاجه لازم تعرفها ان عندي بيكون فيها ايه؟ تو روتس. يبقى عندي تو روتس والكاسبات بتاعتها بتكون ظاهره، البكر بيكون اطول سيكه من اللينجوال كاسب، الكراونات بتاعتها بتكون اصغر من الكناين، يعني اكيد اصغر من الكناين لان الكناين انتيرير ليها او ميزيالي ليها بالنسبه لها. فبالتالي احنا كل ما بنرجع ورا كل ما اللينس بتاعي بيقل، تمام، والروتس اكيد هتكون اكثر. طيب نبدا على طول ان شاء الله خلاص في الشغل بتاعنا. طيب احنا دلوقتي خلاص هنبدا نتكلم عن الاسبكت. ايه الاسبكت ده؟ اللي هو الشكل اللي احنا بنشوفه دايما ده، اللي هو ده. نبدا نتكلم عن كل اسبكت. انا عندي كام اسبكت؟ عندي 5 اسبكتس او 5 سيرفيسز بنشوفهم من السن، ابكر لينجوال، ميزيال ديستال، والكلوزال دلوقتي ما اسموش الانسايزر لان احنا بدانا خلاص في البوستيريورتيز. طيب انا علشان ابدا امسك كل اسبكت وافصفصه كده اعرفه كله، هبدا اقسم عندي الاسبكت لثلاث حاجات، والله كراون وروت والنك. بس انا بضيف النك على طول للكراون فهنسميه يا باشا، احنا هنتكلم عن يا اما كراون يا اما روت. حلو. طيب الكراون، وانت بتتكلم يا باشا عن الكراون لازم تحط في بالك شويه حاجات، انك انت اول حاجه هتتكلم عن شكله، بعد كده الاوت لاينز شكلها ايه، بعد كده السيرفيس اناتومي بتاعه، شكله الجيومتري بتاعه. والله لو تلاحظوا هنا شكله ترابيزويد، احنا لسه هندخل عليهم، بس انا عايز اوسع، عايز اتعلم نحفظ ازاي، عايز نتعلم ان احنا خلاص الموضوع ده يبقى معانا ايزي خلاص، الموضوع مش مستاهل ان احنا نتعب ونزوج الموضوع ده، لا عايزين نخلص الموضوع بدري. فاحنا عايزين نتعلم اساسيات دلوقتي. انا هقسم عندي كل اسبكت ليه حاجه تبع الكراون وحاجه تبع الروت. الكراون لما ابدا اتكلم عنه هقسمه لثلاث حاجات. اول حاجه هتكلم عن الجيو ميتري، تاني حاجه هتكلم عن ايه الاوت لاينز بتاعته، بعد كده تالت حاجه هتكلم عنها اللي هي ايه السيرفيس اناتومي، ليه اللاند ماركس بتاعته، لا عنده ديبريشنز، عنده كذا، عنده اليفيشن وهكذا. الجيومتري اللي هو يا باشا ساعات يقول لك ده هو ترابيزويد، ده هو تريانجل، ده هو كذا. الاوت لاين يبدا يوصف الاوت لاين ده، يقول والله ده هنا في كونكيف، هنا في كونكيف، هنا في كونفكس، هنا في كونكيف وهكذا. ده الاوت لاين، يبدا يقسم الاوت لاين نفسه. والله عايز برضه، يلا يلا يعني مش خساره فيكم التعليم. اول ما يتكلم عن الاوت لاينز هيبدا يقسم عنه، والله لو كان ده الجزء ده اسمه ميزل وده اسمه ديستال، هيبدا يتكلم ازاي، والله الميزل اوت لاين بتاعي يا باشا الحته دي، بعد كده ديستال اوت لاين اللي هو الجزء ده، بعد كده هيتكلم عن الاوكلوزال اوت لاين. الاوكلوزال كان زمان اسمه انسايزر، لا دلوقتي اسمه كلوزر. الكلوزر هيسمي الجزء ده المتن ده ناحيه التب بتاعتي دي اسمها التب، تب اوف ذا كناين او التب اوف ذا بريمولر، يعني تب اوف ذا كاسب، يعني قمه الهرم عشان بس تخلص الموضوع. فهيسمي ده ميزيال سلوب اللي هو الناحيه دي اهو ميزيال سلوب، وهيسمي ده ديستال سلوب مثلا، وهيبدا يتكلم عنه. بعد كده هتلاقيه دايما بيتكلم عن الكونتاكت اريا اللي هم موجودين هنا، وفي الاغلب كونتاكت اريا بتكون في النص، يعني عند الميدل اوف ذا ميدل سيرت، نص السيرد. لو تفتكروا احنا قسمنا السيردز عندي في سيرفيكال سيرد وميدل واوكلوزال سيرد، اهو نص ونص بنلاقي فيه عنده الكونتاكت ايريا. طب ما تيجي بدل العك الكتير ده، يلا يا عم يلا يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي هنقسم خلاص الكراون عندي لجيومتري واوتلاين وسيرفيس اناتومي، يلا بينا نبدا يلا بينا نبدأ. انا دلوقتي هبدا ارسم علشان الموضوع ايه يكون محفوظ اكتر يا باشا. لما جه اتكلم معايا عن الكراون قسم لي الموضوع انه هيتكلم عن الجيومتري، بعد كده ايه الاوت لاين. انا هبدا بالجيومتري، ايه شكل الجيومتري بتاعه؟ اقول لك والله شكله رفلي ترابيزويد، رفلي ترابيزويد يعني ترابيزويد مغفل. بص ترابيزويد الناحيه دي قصيره خالص،
الناحية دي اللي هي من بيسموها ناحية السيرفيكال، ناحية ناحية السيرفيكال لاين، يعني لو انتوا بتشتغلوا اناتوم وانتوا بتنحتوا، لو ناحية السيرفيكال هتلاقوه صغير خالص، بعد كده بيبدأ يوسع يوسع تحت عند الايه، عند الحتة دي، تمام؟ يبقى اسمه رافلي ترابيزويد، رافلي ترابيزويد. طيب كده احنا خلصنا ايه؟ خلصنا جيومتري، بس كده مش عايزين حاجه تاني من الجيومتري. اتكلمنا قلنا الكراون هتكلم عن الجيومتري والاوتلاينز وسيرفيس اتوم. طيب ايه اللي ايه بقى، ايه بعد الجيومتري؟ هتكلم عن ايه؟ الاوتلاينز. اوتلاينز هنقيس، هنقول هنا مثلا ده ميزيال، حلو، وهنقول ده ديستال. والله هبدا من عندي، هبدا من عندي ميزيال، هتكلم عن اول حاجه عن ميزيال اوتلاين، يعني هرسم الحتت اللي هتكون هنا ده كده، بعد كده هتكلم عن ديس اوتلاين، بعد كده كلوز الاوتلاين، بعد كده هتكلم عن كونتاكت ايريا. بس ده هو ده اللي بنعمله في الاوتلاين دايما. طيب يلا بينا نرسم. اول حاجه بيتكلم عن ميزيال اوتلاين، تتوقع ايه؟ ميزيال اوتلاين بيتكلم دايما بيقول لك ان هي تكون كونكيف. كونكيف يعني ايه؟ كونكيف يعني ايه كونفكس؟ ده الكلام اللي احنا قلناه كتير بقى كده. كونكيف ان كان تكون داخله لجوه، حلو حلو خالص. طيب الديستال بتكون يا اما ستريت يا اما سلايت لكونكيف، بس احنا بنسميها ستريت، حلو حلو خالص. يبقى اول واحده عندي بتكون كونكيف اللي هي من ناحيه الميز الاوتلاين، بيكون كونكيف يعني داخل لجوه. طيب وبعد كده فين؟ لحد ما نشوف الديستال. الديستال بيقول لي ده هو ايه، هو سلايتلي كونكيف او ستريت، خلينا في كلمه ستريت او سلايتلي كونكيف، 2-1 يعني. بعد كده لحد ما نوصل للكونتاكت ايريا. طيب الكونتاكت ايريا بتاعتي فين؟ يعني ايه كونتاكت ايريا؟ يا باشا انت لو تعرف، احنا مثلا ده ده ادي ده كناين اهو، وادي دي، وادي ده، وادي ده، ده مولر مثلا. فانا دلوقتي هرسم مثلا ولنفترض سنه هنا، فالكونتاكت ايريا هي المنطقه اللي بتوصل بين دي ودي. يعني انا دلوقتي لما ارسم سنه هرسم الحته دي واسعه، الحته دي واسعه، الحته دي كده. فبالتالي لو لاحظت الحته اللي اتصلت بيها السنه دي مع السنه دي هي اوسع حته في اللي انا راسمها، يعني حته اكتر حته واسعه على بره. فبالتالي لو تلاحظ ان انا ابعد مكان هرسمه من الناحيه دي كده، يعني اول ما اوصل عندي بعد كده ادخل جوه، المكان ده هو اصلا اللي هيكون كونتاكت ايريا، هو الحته اللي هتكون عندها الكونتاكت ايريا، تمام؟ يا ريت تكون حته وضحت يعني. تمام. وكده انا اول حاجه رسمتها ناحيه الميز اوف لاين، وده هو ايه؟ سلايتلي او ده كونكيف، وناحيه الديستال ده بيكون ستريت او سلايتلي او ستريت على طول، يعني بيكون سلايتلي كونكيف او ستريت، تمام؟ ده اول حاجه. بعد كده اتكلم عن الاوكلوز اوت لاين. الاوكلوز اوت لاين اللي هو الجزء ده، هتكلم عن الاوكلوز اوت لاين اللي هو ازاي ارسم شكل التب بتاعتي، تمام؟ اللي ايه التب دي، اللي الحته دي ارسمها ازاي؟ قال لك والله وانت بترسم الموضوع ده لازم تخلي بالك. تخلي بالك من ايه؟ ان اول حاجه وانت بترسم التب هتقول لي ان التب بتاعتك شيفتد ناحيه الديستال، يعني بدل ما ارسمها في النص في الناحيه دي، لا هي شيفتد ناحيه الديستال. طيب بعدين انا عايز افهم، قال لك هتبدا توصل، هتوصل مين ومين؟ قال لك هتوصلهم يا اما كونفكس يا اما ستريت، يا اما كونفكس يا اما ستريت، وبالتالي بتتعمل الشكل ده. يعني تعال نلخص الموضوع، ده كان كونكيف، ده كان ستريت، وده كان ستريت، وده كان كونفكس، تمام؟ الموضوع مش محتاج عك يعني. طيب الحاجة اللي احنا عايزين نركز فيها اللي هي التب، ممكن يسألك عن التب بتاعته بتكون رايحة ميزيال ولا ديستال. فأنا رسمتها ناحية، ناحية دي، ناحية دي، ناحية دي، دي ناحية يا باشا ناحية الديستال. فبالتالي ال upper first pre molar بتكون التب بتاعته من ناحية البكر رايحة ناحية الديستال. طيب ما تيجي نوصل، تعرفوا كده عايزين نقيس بس مسافة، هل دي أطول ولا دي؟ يعني الفاهم بقى هيقول إن الميزيال سلوب اللي أنت رسمته اطول من الديستال سلوب، ودي حاجه بتيجي دايما ام سي كيو، ان الميزيال سلوب عندي الكراون بتاع الابر فور بتكون دايما او هي على طول اكبر من الديستال، ودي عكس اي سنه ممكن تشوفها تاني. دي الاكسبت الوحيد اللي بيكون فيه الميزيال سلوب اطول من لونج زان ايه الديستال سلوب. يبقى الديستال سلوب في العادي في كل الاسنان، في كل الكراونز بتاعتي بتكون هي الاطول الديستال سلوب. لا هنا المره دي الميزيال سلوب هو اللي بيكون اطول. ليه؟ لان السنه شفت ناحيه الديستال، يعني السنه او التب بتاعتي اتحركت ناحيه الديستال، فبالتالي بعدت عن الحته بتاعت الميزيال، تمام؟ تمام. طيب اخر حاجه احنا هنتكلم عنها الكونتاكت ايريا، والكونتاكت ايريا عايزك تركز فيها شو كويس.
لو تلاحظ ان هو ده مولر ولا ايه بالظبط؟ ايه ده بس احنا هنا هنرسم مولرز، ولنفترض ان احنا بنرسم، يعني ما اعتقدش ده اسمه رسم كروكي. حلو، ده ادي مولر اهو، وادي كسبات المولر، يا حلاوة المولر، يا سلام. نرسم له كسبين من ورا كمان عشان ما يزعلش. ده مولر مثلا، حلو، وادي ده بري مولر، وادي ده كمان بري مولر، ونرسم هنا الكناين. حلو، كناين. لو تلاحظ ان الحتة اللي بتوصل بيها السنة البوستيرور مع البوستيرور بتكون حتة كبيرة مش بوينت. لو تلاحظ، شايف الحتة دي بوينت؟ يعني ايه بوينت؟ يعني ماسكة في نقطة، ماسكة في حتة صغيرة خالص، ماسكين في بعض. الكتف بالكتف بتاع السنة يعتبر بوينت من ناحية الانتيريور، يعني كل ما كده كل ما كان بوينتد كونتاكت اريا. لكن هنا كل ما تعمل تبقى برود، بتبقى عبارة عن اريا، في ايه اريا حرفيا، يعني بتبقى واسعة جدا، يعني بتبدأ توسع، تبقى مساحة، تبقى برود خالص. تمام، يبقى شفتوا كده احنا اتكلمنا عن كام حاجة أساسية. ليه بقى احنا بنعمل الكلام ده؟ لأن احنا دلوقتي في أول، دايما في أول سيشن بنحط الأساسيات اللي المفروض نبني عليها. بعد كده أول ما نجيب باقي الأسبكتس وباقي كل حاجة، لا احنا الموضوع بيتكرر. تمام كده، احنا من أول اتكلمنا عن الجيومتري بتاعي، وقلنا إن الجيومتري ده عبارة عن رفلي ترابيزويد أول حاجة. بعد كده اتكلمنا عن الاوتلاينز، وقلنا الاوتلاينز هتكلم ميزل وديستال اوتلاين. الميزل قلنا عنه سلايتلي كونكيف، او قلنا ده ستريت. بعد كده اتكلمنا عن الاوكلوزال اوتلاين، وقلنا التب بتاعتي بتكون مشافة ناحية ايه؟ الديستال، عشان كده لما اوصل الميزل بيها بتكون اطول، ودي السنة الوحيدة اللي بيكون فيها الميزل سلوب بيكون اطول من الديستال سلوب اللي موجود فين؟ في الابر فور، او في الابر بريمولر، ابر فيرست بريمولر. طيب بعد كده اتكلمنا عن كونتاكت اريا، وقلنا كونتاكت اريا من ناحيه الميزيال اللي هي بتتوصل باسنان انتيريور، اكيد عشان هي دي ناحيه الميزيال بتتوصل باسنان انتيريور، بتكون بوينت، بتكون حاجه صغيره، بتكون فين؟ بتكون عند الميدل اوف ذا ميدل، يعني نص النص بتاعها. يعني هنقسمها دي كده، هنلاقي ان دي موجوده عند النص بالظبط، نص الكراون، نص طول الكراون. اما لو وصينا على الجزء الديستال بتاعها، هنلاقي ان الديستال لا ده موجود مور اوكلوزال، الحته دي عاليه شويه عند الديستال، يعني رايحه اوكلوزال شويه عنها. تمام، ولو هنقاربهم ببعض، لو تعرفوا الجنكشن اللي بتوين الميدل والاوكلوزال سيرت ده موجود اقل منه شويه، يعني هنا هنلاقيه في الحته دي مثلا كده، لكن لما ابص على ده هنلاقيه على الجنكشن على طول. تمام، اعتقد كده الاوتلاين خلص. احنا اتكلمنا في الاوتلاين عن ميزل اوتلاين، ديستال اوتلاين، والكاسب تيب والسلوبس بتوعها، اتكلمنا عن كونتاكت اريا. فاضل لنا السيرفيكال لاين. السيرفيكال اوتلاين اكيد اكيد فاهم، ما دام بيتكلم عن بكل ولينجوال كده بيكون هو بيحب الروت، ما دام بكل ولينجوال يبقى بيحب الروت. ميزل ديستال بيحب الكراون، ميزل ديستال بيحب الكراون، فبالتالي بيوصل. لو كده احنا عشان نلخص الموضوع، تعالوا كده نرسم. احنا اتكلمنا قلنا في الاول بيكون سلايتلي كونكيف، بعد كده بيكون حته كده ستريت او ستيل، يعني ستيل واخده شويه كونكافيتي، شويه كونكافيتي بسيطه خالص. بعد كده هنبدا نوصل ايه؟ نبدا نوصل نقولها شيفتد ناحيه الديستال، يعني ده ميزل وده ديستال، هتشاف ناحيه الديستال، وهوصل بيها الميزل وهوصل بيها الديستال. شايفين مين اطول؟ الميزل سلوب اطول من الديستال سلوب. بعد كده هبص على سيرفيكال لاين، هذا السيرفيكال لاين بيحب مين؟ بيحب الروت، وادي شكل البكل بتاعي. يبقى كده احنا اتكلمنا ده بيكون كونفكس كده شويه، ده بيكون كونفكس، وده بتخليه ستريت او سنه كونكيف كده. بس الفكرة الكونكيف والكونفكس دي يعني مش بتكون عليها اسئله زي ما انتم فاكرين، يعني هو بس فكره اناتومي، وواحد بيشوفها كونفكس وواحد بيشوفها كونكيف، وبتتغير كتير من اسنان، يعني فموضوع بسيط خالص. انت بس اعرف دول مهمين، يكون كونكيف ده ستريت، ودي كونفكس، وده بيكون ستريت كمان. تمام، احنا كده رسمنا الاوت لاين، وقلنا الاوت لاين بتاعي متحدد برفلي ترابيزويد، رفلي ترابيزويد. بعد كده خلاص هنبدا ندخل على كونتاكت اريا، قلنا كونتاكت اريا هو يعتبر على نفس المقاس. احنا لو قسمنا عندي السنه لثلاث اتلات كده، دي هتكون في الميدل اوف ذا ميدل، دي هتكون اعلى منها سيكا، علشان كده ده قصير وده طويل، لان المسافه بين ده وده اكيد ابعد من التاني. طيب بعد كده هنبدا نتكلم عن السيرفيس اناتومي. السيرفيس اناتومي ده بتاع ايه بقى؟ يعني مزاك سيرفيس اناتومي هنتكلم فيه عن الاليفيشنز والديبريشن. طيب ما دام اليفيشن وديبريشن، مش انت فاكر وانت بترسم دايما
شيل ده عشان دي حلوه كده. وانت وبترسم يا باشا هتلاقي الدكتوره بتقول لك اعمل ده، او الدكتور بيقول لك اعمل ده، هي حته كده عامله كده، عشان ده بنسميه سيرفيكال ريدج. ادي سيرفيكال ريدج. السيرفيكال ريدج ده بتاعي قال لك والله ده بيكون عند سيرفيكال سيرد، وده بيكون حته عاليه وبيكون مور بروميننت، يعني بيكون ظاهر ظاهر خالص خالص عند الاسنان الديسيدموس. يعني الاسنان الديسيدموس المولرز او الديسيدوس مولرز بيكون عندها بالك كده، بيكون عندها كبير وبيكون ظاهر في كل الاسنان. يعني في كل اي سنه هتشوفها هتلاقي عندها سيرفيكال ريدج. طيب تمام. بعد كده فاكرين كان في الكناين حاجه هنا كده عند الليبيال، بس ده سمى ناريج. لكن هل في ليبيال عند البوستيريور تيس؟ هل هنسميها ليبيال ولا هنسميها بكر؟ فبالتالي بقى اسمه بدل ما ليبيال ريدج سميناه بكر ريدج. البكر ريدج ده جاي من الميدل لوب، الميدل لوب اللي حصل له اكزاجريشن، كبر، كان بياكل لبن كتير وهو صغير، لو تفتكروا المصطلحات دي عشان نفتكرها. يبقى الميدل بكر لوب هو اللي كبر وعمل لي حاجه اسمها ايه؟ بكر ريدج. يبقى في الاليفيشنز عندي اتكلمنا عن تو ريدج، واحد اسمه سيرفيكال ريدج سي ار، وده اللي بيكون في الحته دي. بعد كده واحد عندي بكر ريدج، ده اللي بيكون في المنتصف. طيب ديبريشن، ديبريشن هتلاقي نفسك وانت بترسم دكتوره بتقول لك يا نسيت تعمل التو ديفلوبمنتال جروف، واحد ناحيه الدستل واحد ناحيه الميزيا. يعني تو ديفلوبمنتال جروف، واحد ناحيه الدستل واحد ناحيه الميزيا. ولو تفتكروا احنا اتكلمنا عن الديفلوبمنتال جروف وقلنا ان ده نتيجه عدم اتحاد اللوبس، لو تفتكروا اللوب لوب 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 كده، شايفين ده هو الجروف بيتكون كده في الاخر، ويعني بيلحموا بشكل كبير هم، وده قلنا بيكبر فبيعمل لي التب بتاعه الكسب بالشكل ده في النص، وبيسيب ما بيسيبوا ما بينهم جروف كده. الجروف ده وبيكون واحد في ميزل واحد في ديستل، بنسميه ميزل ديفلوبمنتال جروف وديستل ديفلوبمنتال جروف. بس ده اتكلمنا كده عن الكراون. هنبدا ندخل على الروت. الروت هل نبدا الروت؟ يعني كده احنا الحمد لله خلاص تمام. الروت، وانت بتتكلم عن روت عايزك يا باشا ثلاث حاجات لا اكثر. عدد الروت، يعني انت تتكلم عن روت، والله النمبر ده اول حاجه، بعد كده الاوت لاين ثاني حاجه، بعد كده الشكل. حلو حلو. يبقى وانت بتتكلم عن الروت هتكلم عن نمبر واوت لاين وشيب. طيب ما تيجي نعرف الكلام ده. والله لو تفتكر احنا لسه متكلمين عن النمبر، قلنا ده 80% من الحالات اللي انا بتكلم عن بتكون عندها تو روتس. طيب ال 20 الباقيين بيكون عندهم وان روت، يبقى 80% بيكون عندهم عندهم تو روتس، اما 20% بيكون عنده وان او سنجل روت. طيب الاوت لاين، قال لك الاوت لاين بتكون لو تفتكر احنا قلنا عنده شورت 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 روت، صح؟ شورت روت صح. طيب الشورت روت ده بيكون تابرد، تابرد يعني بيبدا يدي يدي يديك لحد ما يعمل لي كده حاجه ضيقه خالص، بتبقى تب او زي بوينت التب، تبقى شارب خالص عامل زي الدبوس. طيب هل بتكون متسنطره ولا مشفتها ناحيه الديستال؟ لا خلاص احنا متعلمين بقى، مفيش غير البريم، مفيش غير البتاع ده، مفيش غير الابر سنتر بس اللي يكون متسنطر، يعني تكون متشافة ناحية البست. حلو كده خلصنا الاوت لاين. قلنا الاوت لاين بيكون تيبر، تيبر يعني ايه؟ تيبر يعني يعني بيبدأ يدخل يدخل زي الكونفرج كده. يعني لو انتوا تلاحظوا وانتوا بتعملوا كونفرج للتوس بيدخلوا في بعض، هو نفس الفكرة تيبرنج، يعني او بيتحول لزي دبوس، سن دبوس، بيبدأ يصغر 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 لحد ما يعمل سن دبوس. طيب والتب بتاعت او الايبكس بتاعت الروت بتاعي بتكون شيفت ناحيه الدست. تمام. ايه اخر حاجه عايزين نعرفها؟ شكله، شكله بيكون سموز وكونفكس. يعني ايه سموز وكونفكس؟ يعني الحته دي طالعه على بره شويه كده، مش داخله بس. اي ثينك ان احنا كده فصفصنا البتاع ده بشكل قريب. اتكلمنا في الاول عن البكال اسبكت، وقلنا البكال اسبكت ده بنقسمه على طول ليه عندي اهو، يلا بكر اثبت ده، ولا بنقسمه عندي ليه كراون وروت. قلنا الكراون هيتقسم على جيومتري واوت لاين واناتومي. اتكلمنا عن جيومتري قلنا ده ترابيزويد والاوت لاين، ميزل وديستال اوت لاين. بعد كده شفنا السلوبس وشفنا ان ميزل ميزل سلوب اعلى من الديستال سلوب. بعد كده اتكلمنا عن الاناتومي قلنا عنده اليفيشنز وديبريشن. اليفيشن بتاعتي بتكون سيرفيكال ريدج والبكر ريدج اللي في النص دول، وواحد عنده سيرف اكيد عارفين ان شاء الله فاكرينهم. يعني ديبريشن، الديبريشن قلنا عندي اثنين دول نتيجه الفيوجن، اتحاد اللوبس مع بعضهم كده فعملوا لي تو ديفلوبمنتال
جروب ميزة الديفلوبمنتال جروب وديستال ديفلوبمنتال جروب. بعد كده اتكلمنا عن الروت وقلنا الروت هتعرف عنه 3 معلومات، النمبر قلنا 80% من الحالات بتكون تو روتس، وبعد كده 20% اكيد هتكون سنجل روت. الاوت لاين ميزل والديستال عاملين تابرنج مع بعض لحد ما يعملوا سن الدبوس اهو، شايفين كده عاملين تابرنج مع بعض كده. بعد كده اتكلمنا عن السيرفيس، قلنا السيرفيس بتاعه بيكون سموث وكونفكس. كده احنا خلصنا الباكل اسبكت بتاعي للأبر فور. تمام تمام يا باشا، يلا بينا نشوف اللينجوال اسبكت. طيب اتكلمنا عن اللينجوال اسبكت وقلنا خلاص اي اسبكت هنبدأ نتكلم عنه هيتقسم عندي لحاجتين، الكراون والرول. هبدأ اتكلم عن الكراون. ما دام ناحية اللينجوال يبقى في حاجة كراي، في حاجة خاصة خالص باللينجوال بنسميها لينجوال كونفيرجنس. يعني ايه لينجوال كونفيرجنس؟ ان احنا بنشوف الشكل ده، ان احنا نيجي عند السيج او الويتس ده نفسه بيقل. يعني لو قارنا ما بين الويتس ده والويتس بتاع البك اللينجوال هنلاقي ان اللينجوال عندي السطح بتاعها اقل في الميزو ديستال دايمنشن او الويتس. طيب نتيجة لده لازم وانت بتذكر اللينجوال اسبيكت لازم تقول عنده ان هو في حاجة اسمها ليه لينجوال كونفرشنز. طيب نرجع تاني للكريتيريا بتاعت كراون، هتتكلم عن جيومتري و اوت لاين، ايوه، وسيرفيس اناتومي. طيب لما نيجي نتكلم عن الجيومتري، الجيومتري بتاعي بيكون roughly trapezoid. إذا نفس اللي هي ايوه هي نفسها، هو زي هو بيشبه البكل في كل حاجة ما عدا ان هو بيكون صغير وعامل زي الكورة كده، سواء يعني صغير خالص ومش ظاهر منه ملامح، يبقى هو شبه البكل وبيكون شكله ترابيزويد او roughly trapezoid. ده الجيومتري. طيب نتكلم عن اوتلاين، يلا بينا نشوف الاوتلاين نتكلم عنه، نشوف المكان. اول حاجة اتكلمنا عنها انه الجيومتري بتاعه يكون ترابيزويد، يعني ده العادي. كده نتكلم عن الاوتلاين، لكن الاوتلاينز كلها بتكون كونفكس. ايه ده؟ كل الاوتلاين بتكون كونفكس، عشان كده كان عامل زي الكور وعنده لينجوال كونفرجنس. فبالتالي انا من الناحيه دي بقدر اشوف السطح بتاع البكه من هنا كده. ايه ده؟ مش فاهمين حاجه. ادي عندي نطارد ان ده اللينجوال، نبدأ نشوف البكل بالشكل ده كده. يعني البكل بيكون باين من ناحية اللينجوال. ليه؟ لأن اللينجوال عنده لينجوال كونفيرجنس، فبالتالي بشوف من ناحية الميزيال، بشوف الميزيال سيرفيس، بشوف من ناحية الديستال سيرفيس كله، وكمان بشوف البك الكسب كله موجود عندي. يبقى بشوف شوية من البك الكسب او بشوف شوية من الكلوزر، بشوف شوية من الكلوزر هنا، بشوف شوية من الكلوزر هنا، بشوف شوية من ميزر الديستال اسبكت او بشوف كمان. ليه بقى؟ لان ده صغير وبيكون بيكون ايه بيكون عندي شكله رافلي ترابيزويد. كده اتكلمنا عن شكله بيكون رافلي ترابيزويد ده خلاص. اتكلمنا عن اوت لاينز بتاعنا، قلنا كلها بتكون كونفكس. ده الجزء ده. بعد كده هنتكلم عن الجزء اللي هو بتاع ايه السلوبس. تعال نشوف السلوبس بتاعه، نرسم بقى، هرسم القصب ده اللي هو اللينجوال، وادي صاحبنا البكر نعمله بالازرق كده بصراحة. طيب وانت وبترسم نفس الرسمة دي خلينا مركزين، قلنا كله كونفكس، دي حاجة عشان تسهل الحفظ، كل حاجة فيه كونفكس. لكن الحاجة المختلفة الوحيدة هنلاقي إن ده الكاسب تاب بتاعة البكة، قلنا هي كانت مشفتها ناحية الديستال صح، عشان كده قلنا إن الميزيال سلوب كان أكبر من الديستال سلوب. لا هنا العكس، دي رايحة ديستال هنلاقي إن دي رايحة ناحية الميزيال. يعني لو دي رايحة ناحية الديستال اللي بالأزرق ده، دي رايحة كده أهي، والاسود رايحه كده. طيب وبالتالي هنعكس الشكل بقى، ما دام ميزيال هنا اكبر يبقى دي العكس، هتكون الديستال او ده العادي بقى، الديستال هيكون اكبر من ميزيال، يبقى الديستال سلوب هيكون اكبر من او لونجر ذان
الميزيال سلو. دي حاجة تانية. اتكلمنا كده عن لينجوال كونفرجنس، وقلنا عن لينجوال كونفرجنس عشان احنا في لينجوال اسبكت، وبنشوف منه كل الاسبكت، بنشوف البكال كاسب كله، لا يعني مش بنشوف اغلب البكال كاسب، بنشوف الميزيال والديستال اسبكت كمان من الناحية دي، وبعد كده بنشوف شوية من الاوكلوزال. تمام. بعد كده اتكلمنا عن جيومتري، وان هو ضرفي ترابيزويد، وكل الاوت لاينز عنده كونفكس، والتب بتاعت اللينجوال كاسب بتكون متشافته ناحيه الميزيال، فبالتالي الديستال سلوب هيكون اكبر من او اطول من الديستال سلوب هيكون اطول من الميزيال سلوب علشان التب بتاعتي رايحه كده. طيب في حاجه ثانيه بس. بعد كده السيرفس اناتومي، نتكلم عن السيرفس اناتومي. ماله السيرفس اناتومي؟ السيرفس اناتومي انت بتتكلم عن الاليفيشن ديبريشن، مفيش، لا مفيش اليفيشن واضح، هي عباره عن كوره كده وظهره، والديبريشن مفيش ديبريشن عكس التاني. طيب ما تيجي نشوف الكلام ده عشان بس اللي مش مستوعب حاجة. ده اهو شكله عامل زي الكورة كله كده، بشوف من هنا كل الاسبكتس، بشوف البك الكسب اهو، ده البك الكسب، بشوف عندي ده البك الكسب بتكون رايحة كده مشفتة، وده رايح من الناحية التانية، وبالتالي لو هنحسب حسبة ان الميزيا الاطول في الاكل، لا هنا الميزيا الاكثر في الجزء بتاع اللينجو. دي بس الحاجة اللي ممكن تتسألوا عنها في الجزء بتاع اللينجو. يبقى في اللينجو اللي عنده حاجتين مهمين جدا، عنده أول حاجة اسمها حاجة اسمها لينجو كونفرجنس، تاني حاجة كل الأسطح بتكون كونفكس، وإن التب بتكون مشفتها ناحية الميزي، مشفتها ناحية الديستل في البكل، ومشفتها ناحية الميزي فين في اللينجو. بس دي كل الفكرة. طيب الروت، الروت نفس الروت، هو الروت مشفت، وكمان مشفت ناحية الديستل وتابرد وكل حاجة كده. احنا هنبدأ نعمل ايه؟ نبدأ نقول شبه البكل. لو تفتكروا احنا ما عملناش حاجة، كل اللي زودناه هنا ان هو التب، بس التب هنا كانت رايحة الناحية التانية، فبالتالي احنا عكسنا السلوبس، عكسنا الطول بتاع السلوبس. طيب بس دلوقتي داخلين على الميزل والديستل. شوف خلصنا اللينجو بسرعة ازاي كده، احنا خلصنا بكر لينجوال كده. هنبدأ في البروكسيمالز اللي هم ميزيال وديستال. جزء الميزيال ده مهم جدا، ف ريت نركز فترة كده. طيب احنا هنبدأ على طول في ميزيال، زي ما اتفقنا ان في كل توس هنقسم الموضوع ده لحاجة في الكراون وحاجة في الروت. طيب في شوية أساسيات المفروض نعرفها. أولا الروت لما يكون فيه اتنين روت، يعني الجزء بيكون في جزء في واحد يعني كده اهو، في سنج روت، بعد كده بتبدأ ينقسم الحتة اللي قبل ما ينقسم الروت ده بنسميها الروت ترانك، دي بنسميها روت ترانك. تمام. فيش حاجة تاني يعني، بس دول ده كسب خلاص. تمام احنا كده جاهزين نبدأ. تمام نعرفوا الروت ترانك كده. خلاص احنا قسمنا ده كراون وده روت، ويلا اتكلمنا عن كراون. كراون دايما بنتكلم عنه، يبدأ نقسم الموضوع عندي لشوية حاجات. أول حاجة الجيو متري، يعني ايه جيومتري؟ شكل الكراون، شكل الكراون هل يا ترى هيكون ترابيزويد ولا هيكون ايه؟ ولا شكل الكراون هيكون ترابيزويدال ان شيب. بس الفكرة دلوقتي ايه شكل الترابيزويد؟ احنا كنا بنرسم الترابيزويد العادي ان الحتة الصغيرة بتكون من فوق، بعد كده نرسم كده، لا هنا هنعكس. ايه اللي هيحصل؟ الحته الكبيره هتكون من فوق، بعد كده هيبدا يجي يديك الشكل ده كده، يعني من فوق حته الواسعه وتحت حته الاقل منها، يعني ده طويل ومن فوق تحت اللي هو الشورت سايد. الشورت سايد ناحيه الاوكلوزال، واللونج سايد ناحيه السيرفيكال، عكس الجزء بتاع البكل واللينجو. تمام تمام خالص. طيب كده اول حاجه اتكلمنا عن الجيومتري، وان الجيومتري بتاعي بيكون ترابيزويد، بس لا ده عكس عكس اللي موجود في البكال واللينجوال. الترابيزويد بتاعي بيكون في البكال لينجوال، الشورت سايد بيكون ناحيه السيرفيكال، واللونج سايد بيكون ناحيه الاوكلوزال، لا هنا اعكس بقى. تمام. بعد كده اتكلم عن الاوت لاين. لما بنتكلم عن الاوت لاين كنا بنتكلم في الاوت لاين ميزل ديس اوت لاين، لا انا اصلا في الميزل، في الاوت لاين اللي هشوفها، الاوت لاين اللي هشوفها في ناحيه الميزل، يعني ده ميزل، فانا اول ما اشوف اوت لاين هشوف ناحيه ادي ناحيه البكل، واشوف ناحيه اللينجوال، واشوف ناحيه السيرفيكال، واشوف ناحيه الاوكلوزا شكلها ايه. تمام. فيلا بينا نشوف الاوتلاينز بتاعتي. اول حاجه هتكلم على ناحيه البكل، قال لك والله البكل بيكون كونفكس،
الماكسيموم كونفكس بتاعته او الهايت اوف كونتور او اعلى حته فيه بتكون طالعه على بره، بتكون عند الجنكشن بتوين سيرفيكال وريب. يعني انا هدوك هرسمه، خليني هرسمه ثلاثه، عند الجنكشن بتاع ده هبدا اطلع لبره اهي بالشكل ده. يبقى انا عندي من ناحيه البكلو دي بكر ودي لينجوا، عندي جنكشن بتوين الميدل وسيرفيكال سيرف بيكون في بروز ده بره كده، بعد كده بيبدا يطلع على طول كده. يعني هو في الاول كان كونفكس، بعد كده يبدا كده بس كده تمام. طيب ناحيه اللينجوال، عايز اشوف ناحيه اللينجوال؟ لا، ناحيه اللينجوال بيكون كله كونفكس كده، واعظم حته فيها اكتر حته بيكون فيها كونفكس الحته دي كده. ولو نفتكر احنا قلنا ان الجزء بتاع اللينجوال بيكون مش اطول، بيكون اقصر منه شويه. يعني ده نرسمها بالشكل ده كده بس كده. كده احنا رسمنا وصلنا دي عند القمة بتاعتي، لكن ده ما وصلش لان اصغر واحد مني الجلينجو الكاز بيكون اصغر واحد مني. تمام كده اتكلمنا عن البكال اوت لاين، وان البكال اوت لاين بيكون كونفكس، ده برضو بيكون كونفكس، بس الكونفكس بتاع ده او الماكسيموم اوف كونفكس بتكون عند الجنكشن بتوين السيرفيكال والميدل، اما ده الماكسيموم بتاعتي بتكون ميدل اوف ذا ميدل. تمام يعني ميدل وزن، يعني نص الكراون بيسموه كده. خلصنا البكر لينجوال، نتكلم عن السيرفيكال. السيرفيكال بيكون ما دام بكر ولينجوال انه بيحب مين؟ بيحب الروت، لكن لا احنا دلوقتي في ميزو ديستال يبقى هيحب الكراون كده بالشكل ده. يكون ايه؟ بيكون كونفكس ناحية الكراون او كونكيف ناحية الروت، او بيسموه كراون وايز. بس دلوقتي هتكلم عن الاوكلوزر، فنركز برضه في الاوكلوزر. احنا لو نتفق احنا معانا كم كاسبه في الاول، والله انا في الاوكلوزر سيرفيس او الاوكلوزر اوتلاين بتاعي يكون عندي تو كاسب، الكاسبين دول واحد بك كاسب والتاني لينجوال كاسب، وفي زي ممر بينهم. طيب نرسم ادي البك الكاسب اهو، وادي ده اللينجوال كاسب، وادي البك الكاسب، وبينهم زي كده ممر في النص. طيب ده هنسميه بكر كاسب، ده هنسميه لينجوال كاسب، ده هنسميه ميزيال مارجنال ريجن. هنا انا دلوقتي الرسمه دي اسمها رسمه ميزيال ولا ديستال؟ لا دي رسمه الميزيال، بالتالي اي حاجه هشوفها هسميها ميزيال. ايه هو الميزيال مارجنال ريجن ده؟ ده اهو شايفين بيكون في هنا في ريدج كده، الريدج ده حته عاليه كده على المارجن، مارجن يعني حافه، بالتالي حته عاليه على الحافه فسميناها ريدج. ريدج لانه عامل زي الخط، ريدج خط، خط عالي، مارجن على الحافة، ميزة ناحية الميزة. فميزة المارجن ريدج حتة عالية بتكون على الخط اهو، شايفين بتكون حتة عالية على الخط عند الحافة من ناحية الميزة، بنسميه ميزة المارجن ريدج. تمام ادي كده الميزة المارجن ريدج، وبعد كده في البكل كاسب، وادي اللينجوال كاسب. طيب شكلهم بيكون ايه؟ لا يعني شكلهم بيكون دي هخليه في الاخر خالص. تمام كده احنا خلاص رسمنا ده وعرفنا ان ده اقل 1 مللي من ده. تمام بس يعني دي كل فكرة في الاوتلاين. احنا اتكلمنا عن الجيومتري بتاعي، وقلنا الجيومتري بتاعي بيكون ترابيزويد، الحتة العالية بتكون فوق، اللي هي الكبيرة اللونج بتكون ناحية السيرفيكال، والصغيرة بتكون ناحية الاوكلوزر، وده عكس العادي اللي احنا بنتكلم عنه من بدري. لكن الاوتلاين اتكلمنا عن بكر، واتكلمنا عن لينجوال، اتكلمنا عن السيرفيكال، اتكلمنا عن الاوكلوزر. لو كان هنتكلم عن السيرفيس اناتومي، وركز ركز ركز جدا. السيرفيس اناتومي هنا، السيرفيس اناتومي هنا في حاجة يعني بتكون ديستينجويش بيها، بتعمل بتفرق بيها عن باقي الأسنان كلها. شايفين المارجن دي؟ ادي المارجن، مارجن الريج بيكون في جروف خرمها كده وداخل الحتة دي. عايزين نشوف، عايزين نتخيل اهو حصري. شايفين كده؟ هو الريج ده عامل زي السور، بس جينا السور هيتخرم في الحتة دي، عمل كده ماشي في جروف، فبالتالي سميت الجروف ده ميزيال عشان هو ناحية الميزيال، وهو ديفلوبمنت الجروف، والجروف ده خط المارجن، فبالتالي هسميه ميزيال مارجنال ديفلوبمنتال جروف. يبقى الميزيال مارجنال ديفلوبمنتال جروف هو جروف على شكل خط، عمل اخترق او عبر الميزيال مارجنال ريجي دي، ووصل عندي للميزيال سير، وصل عندي للميزيال اسبكت. تمام تمام خالص. بس دي ده كل اللي ممكن تشوفه في الكلام. هنشوف كونتاكت اريا دلوقتي، الكونتاكت اريا بتاعتي، كونتاكت اريا من ناحيه الميزيال كنا بنشوفها بوينتد ولا بود، يعني نشوفها واسعه ولا ده، لا بنشوفها عاديه خالص، بنشوفها مش بود.
ميزة كونتاكتية بتكون زي أوبال كده، أو يعني عندها سنة دايرتك دي كبيرة صغيرة كده، وهنا بتكون عند جانكشن بتوين الميدل والأوكلوزر، ميدل وأوكلوزر. تمام كده، عايزين نخلص الموضوع علشان الموضوع حاسه واسع منين. أول حاجة اتكلمنا عن الشكل بتاعها، وقلنا ترابيزويد، بعد كده اتكلمنا عن أوتلاينز وقلنا كله كونفكس، بعد كده اتكلمنا عن الكاسبات وقلنا في بقى الكاسب في لينجوال كاسب، بعد كده اتكلمنا عن سيرفيس اناتومي وقلنا عنده ميز المارجنال ديفلوبمنتال جروف، وده الدبريشن، دي الحاجة اللي بنميزها بيها عن الديستال. تمام، عن الديستال وعن باقي الأسنان أصلا مش مفيش حاجة اسمها ميز المارجنال ديفلوبمنتال جروف غير في الأبر فور من ناحية الميزي. طيب هنكمل دلوقتي، هندخل خلاص في الروت. الروت عندي اتكلم في الروت، وان اول حاجه هتكلم عن الروت عدد. والله الروت عندي يا اما يكون واحد يا اما يكون اثنين. اثنين ده في نسبه 80%، فده اللي هنثبته معانا في شغلنا. يبقى 80% من الحالات قلنا عندهم ايه؟ عندهم تو روتس. فبالتالي هبدا ارسم الاوت لاين بتاعتي. طيب وانا برسم الاوت لاين بتاعت البكر الروت حوالي، قال لك والله بيكون ايه؟ شبه ستريت في الاول. يعني عندك في الاول كله بيكون شبه ستريت. حلو حلو خالص. بعد كده بيجي في الاخر كله بيبص لبعض، يبدا يبصوا لبعض كده ويعملوا كده عند الحته دي. بالظبط كده. تمام طيب اتفقنا ان الحته دي بنسميها روت رانك، الروت رانك او البايفوركيشن. يبقى الروت رانك او دي حته البايفورك. ليه سموها بايفوركيشن؟ لانها بتديني اول ما بتفركش بتديني حاجه، بتديني حاجتين. يبقى بايفوركيشن او بتفركش بتديني حاجتين، ودي حاجة تالتة بتميز بيها عن باقي الأسنان. البايفوركيشن في البريمولرز أو بريمولرز كلهم، مفيش غير دي بس عندها بايفوركيشن، مفيش غير دي بس اللي عندها الجزء بتاع التوروتس ده. اتكلمنا عن الأوتلاين، اتكلمنا عن إن الأيبكس مش بتكون بوينت، بتكون بلانت كده وبس. ده شكل الروت. طيب خد، احنا كده اتكلمنا عن ثلاث حاجات أو حاجتين بيميزوا مين السنة دي من ناحية الميزة. أول حاجة إن عندها الشكل ده اللي هو عندها تو روتس، فبالتالي عندها بايفوركيشن، دي مش هنلاقيها غير في الموضوع ده. بعد كده اتكلمنا عن ميزيال مارجنال دوبلمنتال جروف، قلنا ده في جروف بيعدي الميز بيعدي الميزيال مارجنال ريدج وبيخترق وبيدخل في الحته دي. بعد كده في حاجه كده رهيبه اسمها كناين فصه. كناين فصه ايه دخلها بال البريمولر؟ لكن الكناين مش ده ناحيه الميزه، بالتالي هو لاصق في الكناين، فبنلاقي ان الكناين موجود في الحته دي كده، فبيعمل ديبريشن بيخلي الحته دي نازله شويه. بالظبط كده، يبقى الحته دي بتكون نازله شويه. يبقى الحته دي هنسميها كناين فصه، او ده هو ديبريشن. الديبريشن ده بيكون ناحيه الميزيال، فممكن اسميه اسم تاني بيسموه ميزيال ديفلوبمنتال ديبريشن. ميزيال ديفلوبمنتال ديبريشن. انا عايز الخص الموضوع علشان حاسس الموضوع تعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ دلوقتي نقسم معانا موضوع لكراون وروت. الأول اتكلمنا عن الكراون، قلنا إن الكراون عندي بيتكون على الجيومتري، الجيومتري بتاعه بيكون ترابيزويد، الحتة الواسعة الحتة الطويلة بتكون ناحية السيرفك، الحتة ده بتكون ناحية الأوكلوز. بعد كده اتكلمنا عن الأوتلاين، قلنا عندي بكل ولينجوال أوتلاين، البكل ولينجوال أوتلاين بتكون هما الاتنين كونفكس، البكل بيكون لحد الجنكشن بتوين الميدل والسيرفيكال، بعد كده التاني ده بيكون ميدل اوف ذا ميدل، بعد كده هما الاثنين بيكملوا لحد النص والتب. مين اطول من مين؟ البكر كاسب ولا لينجوال كاسب؟ لا البكر كاسب اطول، فبالتالي هوصله للتب. ده لا ده هخليه هسيبه مني شويه. بعد كده الاثنين بوصلهم ببعض بحاجه اسمها ميزيال مارجنال ريتش، او اللي هو السور اللي بيوصل ما بين الكاسبات، اهو السور اللي بيوصل ما بين الكاسبات. وقلنا ان السور ده اللي بيوصل ما بين الكاسبات في زي جروف بيكسره، الجروف ده بيظهر عندي، ودي اول حاجه بعرف افرق بينها بين اول حاجه بتخص. يعني مفيش سن عندها ميزيال مارجن ديفلوبمنتال جروف زي السنه دي، مفيش اصلا. تمام، يبقى ميزيال مارجن ديفلوبمنتال جروف موجود في السنه دي. تمام، اللي هو عدى الميزيال مارجن ريج. بعد كده اتكلمنا عن الديفلوبمنتال او الديفلوبمنتال ديبريشن او بيسموه الكناين فصه، ودي بسبب ان الكناين موجود في الحته دي بيدخل في الحته دي فبيعمل لها ديبريشن لحد ما يوصل اصلا عند البايفوركيشن اللي بتكون ديب ديبريشن. وقلنا الحاجه الثالثه اللي بتميز اللي هي البايفوركيشن. دول الثلاث حاجات المهمين جدا المفروض تعرفهم من ناحيه الميزه. ثلاث حاجات هو ميزي المارجنال ديفلوبمنتال جروب، والكناين فصه، او الميزي ديفلوبمنتال ديبريشن، او
حاجة تالتة اللي هي عنده بايفوركيشن او عنده تو روتس او عنده تو روتس. الكونتاكتيريا هنا بتكون هنا بكر ناحية البكر وبتكون عند جاكشن بتوين الميدل والكلوزال سيرف. بس مفيش في حاجة تانية مهمة، دول أهم حاجة ممكن نتسأل فيهم، وبالذات التلات حاجات ميزال مارجن دوبلمنتال جروب وميزال دوبلمنتال ديبريشن وآخر حاجة اللي هو البايفوركيشن بتاعة التوتس. تمام. بعد كده هنتكلم عن ديستال أوت لاين، والديستال أوت لاين مش هيختلف عن صاحبه التاني هو ولا حاجة. نعمل كده بس، تعالوا هو نفس الفكرة، نروح بس نتكلم عنه في المكان بتاعه. الديستال نتكلم عن الديستال اسبكت، والديستال اسبكت هو نفس الميزال اسبكت في كل حاجة ما عدا بس اختلاف في الروت رانك بتاعه الجزء ده، والسيرفس اناتومي. السيرفس اناتومي ما فيهوش ولا اناتوم اللي احنا اتفقنا عليه منها، يعني هناك كنا في ميزال مارجن دوبلمنتال جروف، لا هنا مفيش ميزال مارجن. هناك كان في ديستال دوبلمنتال ديبريشن اللي هي بتاعت الكناين فوس، لا هنا مفيش كناين فوس. هناك كان في بايفوركيشن، هنا في بايفوركيشن. طيب الروت رانك هنا بيكون شكله الروت رانك هنا بيكون اطول لونج في الديستال عن الميزال. يبقى ايه السبب؟ لان بيكون مور لونج، لان البايفوركيشن بتكون بعيده شويه، يعني البايفوركيشن بتكون بعيده شويه. بس ده اللي احنا بنتكلم عنه فيه ديستال ازبكت. بس شفتوا كده ديستال ازبكت حلو ازاي؟ يبقى ديستال ازبكت ما فيهوش ديستال مارجن دوبلمنتال جروف، ديستال مارجن دوبلمنتال جروف ما فيهوش كناين فصة. مين اللي فيه كلام؟ الميزيل هو اللي فيه الكلام ده. تمام كده بس، ما فيش حاجة تاني. هو نفس الفكرة، يعني انت تقول نفس الجيومتري بتاع الميزيل، نفس الشكل، نفس كذا، هو نفس الفكرة كل حاجة. كده هتكلم عن الأوكلوزال. هذه الأوكلوزال صح، صحوا معايا. يلا نتكلم، هنتكلم عن الأوكلوزال سيرفس. لما نيجي نتكلم عن الأوكلوزال سيرفس نفس الفكرة، احنا كنا بنسدد شوية، هل في روتين؟ لا مش هنشوف الروتين، يعني احنا كده هنشوف الكراون. الكراون بتاعي لما نيجي نتكلم عن اي اوكلوزال اسبكت لازم اول حاجه نتكلم عن الجيومتري، الدايمنشن. يعني ايه الدايمنشن؟ قبل حاجه الجيومتري ده اللي احنا خلاص حفظناه، اي حاجه بمسكها بقى بعرف ايه الجيومتري. اكيد بعرف الدايمنشن. ايه هو الدايمنشن ده؟ قال لك البعد. مين اكبر، الميزيو او الباكولينج والدايمنشن، ولا الميزيو ديستال دايمنشن، وهكذا. طيب ده الدايمنشن. اوت لاين يعني ايه اوت لاين؟ الشكل الاوت لاين اللي احنا بنمشي عليه. بعد كده بشوف السيرفيس اناتومي او الاليفيشنز والديبريشن. تمام يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هتكلم عن الجيومتري. قال لك الجيومتري بتاع الهكساجون. طب ايه شكل الهكساجون ده؟ ده شكل الهكساجون، بس طبعا ليه شغل تاني بترسم بيه علشان نتابع الاناتومي بتاعه. واحنا بنرسم الاناتومي هيقول لك ان هو عنده ميزي بكر وديستو بكر الاثنين في نفس الطول. يعني لو هنعمل هنا تبكر، ده لينجوال، ده هنا ميزيل، هنا ديستال. تمام هنبدأ نرسم دلوقتي الرسم بتاعي. والله الميزي بكر هو نفس الطول بتاعي بتاع ديستو ميزو بكر، نفس الطول بتاع ديستو بكر. ده تمام، دي أول حاجة. بعد كده بيتكلم عن الميزيال أو الديستال أوت لاين نفسه، لكن الديستال أوت لاين بيكون أطول. هذا هو لسه الاوت لاين بتكون اطول، الميزال بيكون اقصر. طيب ايه تاني؟ بيقول لك ان الديستال ديستولينجوال بيكون اطول من الميزولينجوال. يعني هنرسم، هنمد دي كده، ندي دي كده اهو، نعمل كده، بالتالي هنلاقي ان ديستولينجوال اطول من الميزولينجوال. يبقى دلوقتي عندي لما نتكلم ناحية البكر، الميزو بكر زي الديستو بكر. لما اتكلم عن باقي اي حاجه بعد كده، الديستال بيكون اطول، ديستولينجوال بيكون اطول من الميزولينجوال، والميزل الديستال سلوب بيكون اطول من الميزل سلوب. ده العادي لو تفتكروا ان احنا ليه اتكلمنا بالحركه دي، قلنا شرحناها المره اللي فاتت، شرحناها في اول الفيديو. يعني ده جيومتري كده خلاص، هو شكله هكساجونال. ميزو بكر بيساوي، يعني اهو ميزو بكر بيساوي ديستو بكر.
بعد كده الديستال، اي حاجه فيها ديستال بتكون اكبر من ميزين، بعد كده الديستو لينجوال بتكون اكبر من الميزين لينجوال. دي التقسيمه بتاعت الشكل يعني، بتيجي عليها اسئله. طيب بعد كده بتكلم عن الدايمنشن، لو نلاحظ ان الدايمنشن بتاعي زاد من ناحيه الباكو لينجوال بقى طويل من الناحيه دي، والبكال بيكون اوسع من اللينجوال، لان عندنا حاجه اسمها لينجوال كونفيرجنس، بالتالي كل ما تدخل ناحيه اللينجوال كل ما يحصل زي تابرنج كده، اللي هو بيبدا دي تدخل لجوه، وبالتالي اللي هناك ده بيكون ناحيه البكال بيكون اوسع عشان عنده ميزو ديستال دايمنشن اعلى. طيب هتكلم دلوقتي عن الاوتلاين، كان اتكلمنا عن الجيومتري وقلنا ده هو هيكساجونال، والهيكساجونال مش كلهم شبه بعض، ده الميزيال ميزو بكال زي الديستو بكال، بس الديستال اكبر من الميزو، بعد كده الديستو لينجوال اكبر من الميزو لينجوال. طيب دي بعد كده هنتكلم عن الدايمنشن، الدايمنشن باكو لينجوال قلنا اكبر من الميزو ديستال، اللي هو السيكنس بتاعه الباكو لينجوال هو السيكنس. بعد كده اتكلمنا عن ان في لينجوال كونفرجنس، فبالتالي ناحيه البكال هيكون اوسع من ناحيه اللينجوال. والاوت لاين بتاعي كله كونفكس، يعني الاوت لاين من غير ما نتعب نفسنا بيكون كله كونفكس، ما فيش اي حاجه فيه عايزه فكره. دلوقتي هدخل على الشغل اللي هو اللي عليه الاسئله اصلا، اللي هو الاليفيشنز والديبريشن. محاول صحه كده شويه نفترض كده الاليفيشن والديبريشن. لو تتكلم عن الاليفيشن هتكلم عن حاجتين بتظهر، لو تفتكروا احنا عندنا كاسبات، الكاسبات دي عامله زي الهرم، الهرم بيكون ليه حته هنا بارزه كده صح، وبيكون ليه سلوبس كده اهو، ودي سلوبس تمام. فانا لما اجي اتكلم هقول ان عندي في هرم هنا اهو، وفي عندي هرم هنا تمام، يبقى دي هرم ودي هرم، ودي في النص في زي طريق كده تمام. اول هرم ده من ناحيه البكر، وتاني هرم ده من ناحيه اللينجو. لما نتكلم عن البكر الكسب، بكر الكسب بيكون اكبر من اللينجو الكسب زي ما اتفقنا خلاص، والبكر الكسب بيكون باصص ناحيه، عايز يبص ناحيه الدستر شويه، يبقى البكر الكسب بيكون باصص ناحيه الدستر او التب بتاعه الكسب نفسها. طيب ايوه ايه يعني ايه الموضوع فيه؟ قال لك والله عنده شويه ريدجات، اول حاجه ده اسمه تريانجلر ريدج صح، بعد كده ده اسمه كاسب ريدج، ميزي كاسب ريدج وديستال كاسب ريدج، بعد كده في من ورا من الناحيه الثانيه في حاجه اسمها لو تفتكروا في بكر ريدج تمام. طيب الناحيه دي قال لك ده اسمه اللينجوال كاسب، ماله لينجوال كاسب؟ قال له ده عنده برضو اربع كاسب، اربع ريدجات اللي هم ايه؟ قال لك ده سميناه كاسب ريدج، اللي هو من ناحيه ميزيو لينجوال كاس بريدج، ودي ديستو لينجوال كاس بريدج مثلا، وده اسمه تراينجولار ريدج، ومن ناحيه تانية في حاجه اسمها لينجوال ريدج بس مش بيكون ظاهر في الابر بريمولر. طيب كده اتكلمنا عن ريدجات وقلنا ان كل كاسب ليه اربعه ريدج. طيب ايه تاني؟ قال لك هتبص على باقي الريدجات هتلاقي عندك هنا في حاجه اسمها مارجنال ريدج صح؟ في حاجه اسمها مارجنال ريدج، ودي بس اللي تختلف، يعني في عندنا مارجنال ريدج ده بس اللي ظاهر تمام. انك اتكلمنا عن الكاسبات وان كل كاسب ليه اربع ريتش، البكر كاسب بيكون ليه بكر ريتش، وبيكون في كاسب ريتش ميزا ودس الكاسب ريتش، وفي عنده ترينجولار ريتش او اللي هو من جوه ده. بعد كده هندخل في الدبريشن، الدبريشن في عندي انواعها، انواع الدبريشن في لينير دبريشن وفي سيركمسكرايب دبريشن، يعني حاجات دايره وحاجات زي الخط، بالخط ده سميناه جروف، وقسمناه يا اما ديفلوبمنتال يا اما سبلمنتال. هتكلم عن الديفلوبمنتال دلوقتي، الديفلوبمنتال جروف ده اللي هو بيكون في النص اسمه سنترال ديفلوبمنتال جروف، سنترال ديفلوبمنتال جروف بيبقى ماشي في النص بالظبط كده، بعد كده بيبدا يعني يبدا يضم حاجه كده اسمها ميزيو بكال ديفلوبمنتال جروف، وايه وديستو بكال ديفلوبمنتال جروف. يبقى انا عندي سنترال ديفلوبمنتال جروف، ميزيو بكال، وديستو بكال ديفلوبمنتال جروف. بعد كده في حاجه اسمها ميزيو مارجنال ديفلوبمنتال جروب. ايه هي ميزيو مارجنال ديفلوبمنتال جروب؟ ميزيو مارجنال ديفلوبمنتال جروب اللي هي عدت المارجن، لو تفتكروا عدت المارجن كده وعدت ناحيه، يبقى كده الجروب عندي ثلاثه، واحد في السنتر سميناه سنتر ديفلوبمنتال جروب، بعد كده اثنين جايين من البكر، ميزيو بكر ديفلوبمنتال جروب وديستو بكر ديفلوبمنتال جروب، واحد عدى المارجن سميناه ميزيو مارجنال ديفلوبمنتال جروب. طيب هل في سبلمنتال؟ لا مفيش سبلمنتال. طيب ايه اشكال الفصه؟ يقول لك عندك ترانجلر فصه، وكل فصه بيكون فيها بت، ميزل وديستر ترانجلر فصه، وكل فصه بيكون فيها بت، اللي يعني ميزل وديستر بت. تعال نشوف الشكل ده بقى. اول حاجه اتكلمنا عن الكاسبات، قلنا عندي فيه ده زي الهرم كده، ادي قمه الهرم ودي ده
ادي ده شكل دي شكل توزيع الحرمان. حلو. وبالتالي هنا في بكال بريدج، هنا في كاسب، هنا في كاسب بريدج، كاسب بريدج، وده تراينجولار ريدج. ونفس الحكاية هنا نعمل كده برضه اهو، هنا في تراينجولار ريدج وهنا في ريدج. ايه هو الريدج ده؟ لو احنا ادول المثلث هرم اهو، يعني كده احنا بنرسم حتة بارزة كده، ده بيسموه ريدج. تمام. ده هنا ده برضو بنسميه تراينجولار، اسمه تراينجولار ريدج، كاسب ريدج ده، بس دول بتوع اللينجوال ودول بتوع البكر. هنا مفيش لينجوال ريدج، مش بيكون ظاهر، هنا بيكون في مارجينال ريدج. تمام. بعد كده هنشوف الدبريشن. الدبريشن عندي قسمناهم لثلاثة، في ثلاثة دبريشن ديفلوبمنتال جروب، في واحد سنتر ديفلوبمنتال جروب وبيديني اتنين، واحد جاي من الاتنين جاي من بكر، ميزيال ميزيو ديفلوبمنتال او ميزيو بكر ديفلوبمنتال جروب وديستو بكر ديفلوبمنتال جروب. بعد كده الميزيال ليه خاصية معينة بتنزل على الناحية التانية بتاعة الميزيال، بيسموها ميزيو مارجينال ديفلوبمنتال جروب، مهمة مهمة جدا. بعد كده قلنا عنده في فصة، في ترانجولار فصة، ميزل ترانجل وديستال ترانجل الفصة، وكل فصة بيكون فيها لت. مفيش سبلمنتال. وكده احنا خلصنا الكلوزر سيرفيس للابر فور، وكده خلصنا الابر فور كلها. المعلومات كتير، الدنيا واسعة كتير كده، بس يمكن ان الموضوع اسهل دلوقتي خلاص ان احنا حفظنا الشكل ده وكل الاشكال بتاعته. كده اهو نفس الفكرة، ادي الكسبات فينا، عندي ترانجولار ريدج، ده كاسب ريدج، كاسب ريدج، وادي البكال ريدج. بعد كده ادي الجروف او سنتر جروف. بعد كده في ميزيو ميزيو بكال، وادي الديستو بكال ديفلوبمنتال جروف. وهنا في الباقه الجديد اللي هو بيسموه ميزيو مارجنال ديفلوبمنتال جروف، ميزيو، اوعى تنسوها، ميزيو مارجنال ديفلوبمنتال. احنا نتكلم دلوقتي عن ماكسيلاري سكند بريمولر. البريمولر هو الفيرست، بس في اختلاف في شوية حاجات. نبدأ نشوف. أول حاجة المجزير السكند بريمولر سبلمنت بيشبه المجزير الفريست بريمولر ان فانكشن، شبهه في فانكشن وشبهه في كل حاجة اكسبت في شوية حاجات. ايه اكسبت؟ انه اصغر في شكله، يعني شكل الكراون بتاعه بيكون اصغر لكن الروت بتاعه بيكون اطول. يبقى عندي في اختلاف دلوقتي، ان الكراون في السكند بيكون اكثر لكن الروت بيكون اطول. طيب ايه تاني؟ قال لك السنجل روت 80%، لكن هناك كان السنجل روت 20% والمالتيبل او البايفوركيشن او التو روتس كان 80%. تمام. هنا عكسوا الفكرة. تمام. نتكلم عن واحد واحد، يبدأ يتكلم عن البكة الأسبك. والله هيبدأ يتكلم ماله البكة الأسبك، يبدأ يا باشا يقول لك ده أول حاجة الجيومتري بتاعه ترابيزويد. بعد كده يبدأ يتكلم عن الدايمنشن. والله إيه الدايمنشن؟ إن هو بيكون باكو لينجوال أكبر من ميزو ديستال، دي اللي قلناها في الأوكلوزر سيرفيس من شوية. طيب البوردرز بتاعته، مالها البوردرز؟ والله هيبدأ يتكلم يقول لك كونفكس، كونكيف، كونفيك، نفس الفكرة، هي نفس، مش هنختلف ولا حاجة، ما عدا بس إن إحنا هنيجي هنا ان الميزيال سلوب او الجزء بتاع الميزيال سلوب ده بيكون شورتر ذان ديستال سلوب، يعني الديستال سلوب هنا بيكون اعلى او اكبر في الطول. طيب ايه سيرفيكال لاين؟ ما دام بكو لينجوال يبقى هنبص عندنا ناحيه ايه؟ ناحيه الروت. بس احنا بنجري خلاص، الكلام بقى كله معاد وخلاص. السيرفيس اناتومي، ماله السيرفيس اناتومي؟ يعني عايزين نشوف الحاجات الظاهره. بالتالي هتعمل كده، هتلاقي في حاجه اسمها سيرفيكال ريج، وهنا هنلاقي حاجه اسمها بكر ريج. طيب الروت نفس الروت، الروت بيتابر تابر من فوق، والروت بيكون اطول والروت بيكون باصص ناحيه الدستر، ولا حاجه؟ هل في حاجه مختلفه؟ لا خالص. طيب هنبص على البلاتل. البلاتل اكيد بلاتل، يبقى هنعمل حاجه اسمها ايه؟ لينجوال كونفرجنس. ما دام ذكرنا كلمه بلاتل او لينجوال، يعني كلمه لينجوال كونفرجنس نفس الشكل بتاع البكل، مع اختلاف بسيط ان الكراون is similar to بكل ايه اسبكت اكسبت في شويه حاجات. ايه الاكسبت بتاعه؟ ان اللينجوال كاسب بتاعه بيكون the same length of the بكل كاسب. الله، عكس مين؟ عكس التاني اللي هو اللي كان في الابر، اللي في الفيرست. الفيرست كان البكل كاسب اعلى بواحد ملي من اللينجوال كاسب. طيب التب بتاعته بتكون شارب من فوق وكمان مش عارف. الروت بيكون سموث ونارو، ولا حاجه. شفتوا كده الموضوع سهل ازاي؟ ان احنا بنعيد نفس خطوات. انا والله انا حفظت خلاص الابر فور، هبدا اثبت الابر فور وابدا اقارن كله باجي بالابر فور. اتكلمنا
اتكلمنا الابر فور، وقلنا في حته واحده بس عند التب هي اللي فيها اختلاف، ودي اللي بيجي عليها اسئله كتير. بعد كده اتكلمنا خلاص، دينا ادي البلاتا الاسبكت، هو نفس الشكل نفس كل حاجه، ونفس الكونكاي هنا، هنا كونفكس اهو، وهنا في بنقدر نشوف الاوكلوزال سيرفس، بنقدر نشوف الميزيال والديستال، هنا بنقدر نشوف جزء اهو، وادي الروت طويل وبيكون مشافت ناحيه الديستال، مفيش كله معروف ان شاء الله. ادي الميزيال اسبكت، هل هنا في اختلاف؟ ايوه في اختلاف طبعا. هل هنا هشوف حاجه اسمها ميزيو مارجنال ديفلوبمنتال جروب؟ ما تيجي نشوف. والله هتبدا تمشي، اول حاجه هنعرف ايه عنها؟ قال لك اول حاجه الدايمنشن، ان الباكو لينجوال دايمنشن بيكون اكبر من الميزيو ديستال، لما ده معروف يا باشا. إيه الشكل؟ شكله بيكون ترابيزويد. طب الترابيزويد بتاع ده هيكون ناحيه ايه؟ قال لك ان الشكل الحته الكبيره بتكون فوق، الحته الصغيره بتكون تحت، عكس الثاني اللي كان عكس الحته دي. طيب البوردرز بتاعته بتكون كلها كونفكس، كلها كونفكس، كلها كونفكس. لكن حته جديده ان الكاسب بتاعتي كلها على نفس الطول، يعني هنعمل كده كاسبات، هنلم الكاسب البك الكاسب زي اللينجوا كاسب. بس اتكلم عن السيرفيكال لاين. السيرفيكال لاين طبعا الكرايتيريا حفظناها، ما دام بك لينجوا يبقى بيبص على الروت، ميزة الديستال بيبص على الكلاون. السيرفيس اناتومي هنا مش هنلاقي حاجه اسمها نو ديفلوبمنتال ديبريشن، فاكرين الديفلوبمنتال ديبريشن اللي هو اسمه كناين فصه؟ لا هنا مفيش كناين فصه. طيب ايه تاني مفيش؟ لك هل هتلاقي الميز المارجنال ديفلوبمنتال جروف؟ لا مش هتشوفه. الميز المارجنال ريج از لوكيتد، لكن هل هتلاقي في حاجه اسمها ميز المارجنال ديفلوبمنتال جروف؟ لا مش موجود. يبقى الميز المارجنال ديفلوبمنتال جروف ميز او الكونتا او الكناين فصه دول خاصين بالابر فور، الابر فور، الابر فور بس، اللي هي الفيرست بريمولر، ابر فيرست بريمولر. طيب يتكلم عن ميزي الكونتاكتيريا بتكون على الاوكلوزر بالميد وسيل كلام، حتى الكونتاكتيريا بينهم كلهم واحده، يعني مش بتختلف. الروت بيوجد يعني سنجل وتابر، حتى الفكره في الابر فور انها كانت تو روتس، الباقي هو كلهم وان روت. طيب الديستال اسبكت، الديستال اسبكت هو شبه الميزي الاسبكت في كل حاجه، ما عدا ان هو بيكون الكونتاكت اريا بتاعته بتكون واسعه شويه. ليه؟ لانها بتبدا تمسك في حاجه اسمها مولرز، يعني من ناحيه الديستال ادو شايفين ان احنا من ناحيه الديستال بنبدا نمسك في مولر، فالمولر اكبر من البريمولر، فبيمسك في برود كده، يعني الحته دي مثلا بتكون كبيره كده شويه الكونتاكت اريا، لان المولر اكبر اكيد من ده اصلا. طيب الروت بيكون في شالو دبلومتر جروف، يعني الموضوع برضو مش يعني مش محفز للأسئلة، هو احنا زي ما قلت لكم احنا المقارنة خلاص، احنا ما دام فهمنا الفكرة مش محتاجين ان احنا نعمل اي حاجة. الاوكلوزال اسبكت وده اللي ممكن نلاقي فيه كلام، كاسب بريميدال فاكرين قلنا عندنا بنعمل ده بنسميه كاسب ريدج مثلا، باكر ريدج وهكذا. يلا بينا نشوف الاوكلوزال اسبكت. هبدا اتكلم على كلوز اسبكت، اول حاجه هتتكلم عنها الدايمنشن، هنقول ان الباك كولينجوال دايمنشن اكبر من الميزوديستال دايمنشن. طيب وايه تاني؟ قال لك ان اللينجوال بيخس عندي ناحيه هنا 1 مللي، ده بتاعي علشان في حاجه اسمها لينجوال كونفرجنس. طيب وايه تاني؟ قال لك الجيومتريك بتاعه هناك كان هيكساجونال، لا ده هيبقى عندك مور راوندد او اوفال، يبقى عامل زي كده اهو مدور، مور راوند او اوفال. طيب ايه تاني؟ هتكلم عن elevations وديبريشن. elevations عندك بكر ولينجوال كاسب، البكر ولينجوال كاسب عندهم نفس الريجز اللي احنا اتكلمنا عنهم، كل كاسب بيكون عنده كاسب ريج، كاسب ريج بكر، كاسب ريج ميزي، بكر كاسب ريج ويدست، بكر كاسب ريج، بعد كده في بكر ريج، بعد كده في تراينجولار ريج اهو، نفس الفكره بتتعمل. بعد كده في هنا مارجنال ريج اهو، صح. طيب عندك سنترال ديفلوبمنتال جروف، والسنترال ديفلوبمنتال جروف هنا بيكون صغير مش طويل. طيب وايه تاني؟ قال لك مش هتلاقي فيه ميزيو بكر ديفلوبمنتال جروف ولا ديستو بكر ديفلوبمنتال جروف، وما فيهوش ميزيو مين ميزيو مارجن ديفلوبمنتال جروف، ما فيهوش دول، ده الكلام بس بنلاقيه فين؟ في الفور. في تراينجل الفصه اهي، دي تراينجل الفصه، وكل فصه بنشوف عليها ميزيال وديستال بت، يعني ميزيال تراينجل بنلاقي عليها ميزيال بت، وديستال تراينجل بنلاقي عليها ديستال بت. ما فيهوش حاجة جديدة، الموضوع بس احنا بنكرر كتير وبنعيد نفس الكلمتين، هو الاختلاف الوحيد ان هناك كان حاجة اسمه هيكساجونال، لا ده شكله عامل زي الأوفال، شكله بيضاوي كده شوية. هنا بنلاقي في حاجة اسمها سبلمنتال جروف، وده اللي ممكن يجي على الأسئلة. ايه سبلمنتال جروف؟ حاجات كده مش هشرح، تجاعيد، رينكل، رينكل ابيرنس بيسموها، ان الأبر فايف
بيتميز بالرينكل ابيرنس في الاوكلوزس. صح، ايه هو رينكل ابيرنس؟ الشكل ده، شايفين كده التجاعيد الكتير دي، ده مش هنلاقيه في الابر فورمال. يبقى الحاجه اللي هنطلع بيها انه عنده سبلمنتال جروب. ايه السبلمنتال جروب ده؟ حاجات كده نيمورس بتكون شكلها كتير، يعني كتير وتتكرر، يعني عامل كده زي الشعر كده، بتكرر كتير وعاملين زي تجاعيد، رينكلد ابيرنس، ده بيسموه الكلوزال اسبكت. ليه؟ هنا بيتكلم نفس فكرة ديبريشنز مالتيبل اهي، شوف كده انا بيتكلم مالتيبل راديتنج فروم سنترال جروفز، عامله حاجه اسمها رينكلد ابيرنس اللي هو الشكل ده. بص كده رينكلد ابيرنس، الفصه نفس الفصه، موضوع ما البلب. نبدا نتكلم في البلب، يلا نتكلم عن البلب كافيتي. باختصار البلب كافيتي اللي هتسأل عنه في الأبر فيرست بريمولر، دايما تسأل في حوار الروت، هل عنده تو روت كانال ولا ما عندوش تو روت كانال، ايه شكله، مين أوسع مين مش أوسع، وهكذا. ده دي أسئلة البلب دايما. طيب نبدأ على طول. في حاجة اسمها جنرال، يعني في حاجات في جنرال أكيد أنت عارف إن السنة السمك بتاعها أكبر من العرض بتاعها اللي هو باكو لينجوال، أعلى من ميزو ديسل، فبالتالي اي مقطع هاخده بوك لينجوال هيبان شكل اكبر، بلب شامبر بان وايد من البوك لينجوال. اكيد اكتر الحالات بتجيني عند الابر فور بتكون عندها تو روتس. طيب الابر فايف، لا ابر فايف عنده وان روت كلام، طيب او عنده روت اصلا يعني. طيب نبدا نشوف ناحيه الميزو ديستال سيكشن. احنا في البلب بنعملها على 3 مراحل، ميزو ديستال سيكشن، باكو لينجوال سيكشن، وبعد كده سيكشن بناخده كروس سيكشن اللي هو بنبدا نقطعها تقطيع كده، يعني بناخدها كده 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 وبنبدا نشوف شكلها. تمام. طيب ميزو ديستال سيكشن اول حاجه هتقارن بين بلب شامبر والبلب كناين، مش عايزين ان احنا نعاك كده، والله دول شبه الكناين، يعني حاجه كده شبه الكناين كده، بص ولا حاجه، عامله كده ليها بروز كده شبه الكناين وبس. البلب تشامبر بتاعتك بتبدا تديك بلب تشامبر بتفتح على بلب كانال، بلب كانال بتبدا تديك دي. يبقى هما شبه الكناين، الاثنين شبه الكناين عندي، والبلب كانال بس ده اللي بيظهر عليها. طيب في هنا فكره، هل هيقول لك ان في عندي تو بلب كانال في الحته دي مش بيظهروا من ناحيه الميزو ديستال؟ اكيد، يعني انك انت لو باصص ناحيه البكر هتشوف بتاعه البكر، لو باصص ناحيه اللينجوال هتشوف بتاعه اللينجوال. طيب الباكو لينجوال سيكشن، باكو لينجوال سيكشن يعني انا مسكتها وقطعتها من ناحيه الباكو لينجوال، يعني من هنا انا شايف من هنا ناحيه، الحمد لله شايف من هنا ناحيه البكر، لو شايف من هنا ناحيه اللينجوال. طيب ازاي فده؟ قال لك ده بيبان وايد، وده اللي ممكن تسال عنه، ان الباكو لينجوال تشامبر او باكو لينجوال فيو بيكون وايدر ذان ميزو ديسل. صح تمام، ده لازم يعني لازم تفرق بينه. الاسئله اللي هي بتاعت الشكل والحاجات دي غالبا مش بتيجي، يعني مش بيكون عليها البولك الاكبر من الامتحان، او مش بيجي اصلا لان الموضوع مش عليكم، يعني مش لازم تسالوا في الحاجات دي. تمام. فاحنا بنتكلم عن بلب تشامبر، بلب تشامبر، واحنا مش احنا مش يعني الموضوع سهل اصلا، ان الشكل ده بيبان يعني من ناحيه الباكولينجوال بيبان اكيد اوسع من الميزودلف، فبالتالي هتبان شكلها اكبر، البلب هورن هتبان شكلها احسن، هتشوف اذا كانت السنه دي عندها روت ولا 2 روت، عندها رود عندها كانال ولا عندها تو كانال، وهكذا. التابرنج اكيد اي تابرنج يا شباب بيحصل واحنا طالعين كده، يعني دي كانت واسعه واسعه، بتبدا تديك 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 لحد ما توصل للاخر خلاص عند الفرق. طيب اخر حاجه معايا اللي هو الكروس سيكشن، الكروس سيكشن انا بدات اقطعها 2، يا ترى مين هتديني تو روتس في الاخر كده ومين هتديني واحد بس؟ اكيد هتديني دي اللي هي الابر فور، صح، ومين هتديني دي؟ ده الابر فايف. تمام، دي الفكره بتاعته. طيب وبيبانوا شكلهم، بيبانوا زي شكلهم زي الكيدني تشيب، زي شكل الكلى، او بيبان شكلهم اوفال او كدني، او بس كدني تشيب هو الاكبر. طيب يا ترى ده الوسع بتاع مين وده الوسع بتاع مين؟ اكيد عرفت ان ده بكل وده لينجوال وده ميز ديسل، لان البكل لينجوال دايمنشن بتاعي اكبر منه، ونفس الفكره مين فين بكل لينجوال؟ اكيد ده بكل لينجوال دايمنشن بكمان اوسع بكتير. بس ده كل الموضوع. خلاصة البلب عشان الموضوع ما يزبكش معاه، ان احنا عندنا بناخد مقطع ميزو ديستال سيكشن او باكو لينجوال سيكشن او كروس سيكشن. الميزو ديستال سيكشن بيبان صغير،
لان حجم السن على ناحيه الميزوسيل اصلا صغير زي القناين بالظبط، فبالتالي هيبان بالب تشامبر وهتبان البالب كانال بتاعي شبه القناين فين في الفور والفايف، هيبان شبه القناين. طيب بعد كده هبدا اشوف الباكولينجوال، الباكولينجوال عندي اكبر من الميزوسيل، فبالتالي هشوف البالب هون اكبر، هشوف التشامبر بتاعتي احسن، هشوف التو روتس بشكل كويس خالص. ودي دي دي اللي بي يعني دي اللي بيبصوا عليها ودي اللي بتاخدوا منها المعلومات اكتر. طيب بعد كده خلاص هشوف الكروس سيكشن، كروس سيكشن بدات اقطعها زي ما سلايد قدامنا كده، واشوف والله لقيت ان في سنه هتديني تو روتس ودي بتاعت الفور، ودي واحده هتديني وان روت ودي بتاعت الفايف. طيب هما شكلهم ايه؟ يقول لك والله شكلهم بيكون كدني شيب، يعني شبه شكل الكليه يا كده اهو، ده كدني شيب. تمام. بس دول ابر بريمولرز. يعني احنا استفدنا كتير جدا في الفور في الاول، بعد كده مشينا بسرعه جدا في الفايف لان الموضوع مش مستاهل، احنا بس كنا عايزين نثبت اساسيات في الاول ونحاول نعرف شكل البريمولر نفسه بيكون ايه، سواء كان ابر لور وهكذا نفس الفكره كلهم واحد. حاولوا تركزوا جدا في الجزء الاول من الفيديو ده علشان هو الاساس اللي حابين عليه بعد كده. بعد كده انت بتعرف شويه تغييرات بس في يعني الاوكلوزر عنده سبلمنتال في الفايف ما عندوش في الفور وهكذا. بس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.